بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أبناء طلاب الصف الثالث ثانوي. نستكمل رحلتنا بحل أسئلة متنوعة على الفصل الخامس الضرب. السؤال الأول: اكتب المصطلح العلمي المناسب لما يلي: حالة المادة التي تمتلك أقل مقدار مسموح به من الطاقة. عندما أقول أقل مقدار مسموح به من الطاقة فهي حالة الاستقرار. حالة الاستقرار. أي مستوى طاقة أعلى من مستوى الاستقرار؟ شوف احنا هنا بنقول إيه؟ بنقول أعلى من مستوى الاستقرار. طاقة أعلى من مستوى الاستقرار يبقى ده مستوى إيه؟ ده مستوى الإثارة. مستوى الإثارة. المنطقة ذات الاحتمالية العالية لوجود الإلكترون، أو بقول لك منطقة حول النواة ذات الاحتمالية العالية لوجود الإلكترون. سمعك بتقول لي ده التعريف المهم اللي جالنا قبل كده في التحصيلي عدة مرات، ده اسمه خدناه في كمان أخذناه في مادة الكيمياء. برافو عليك، أحسنت. السحابة الإلكترونية. الضوء المنبعث من الأجسام، ضوء منبعث من الأجسام الساخنة في نطاق محدد من الذرات. هنا قال لي في نطاق محدد من الذرات. ضوء منبعث من الأجسام الساخنة والمتوهجة في نطاق محدد من الذرات. لو قال لي ضوء منبعث من الأجسام الساخنة وخسكت يبقى ده ضوء او كيف مستمر، لكن قال لك في نطاق محدد من الذرات يعني خطوط محدده يبقى ده كيف الانبعاث او خط كيف الانبعاث. الخط مجموعه الاطوال الموجيه الممتصه بواسطه الغاز. مجموعه الاطوال الموجيه الممتصه يبقى طيف الامتصاص الخطي. طيف الامتصاص الخطي، وسواء كان طيف انبعاث او طيف امتصاص فكلاهما يميز العنصر، مثل بصمة اليد. كل عنصر له طيف انبعاث وطيف امتصاص مميز له. فمثلا الصوديوم يكون اصفر ذهبي. مسجل فوتوغرافي في لكل من كثافة وطول الضوء، ده اللي احنا بنشوفه في الاحتفالات. بعض الاحتفالات مثلا احتفال مثلا كبير في رئيس مثلا شركة، نجد ان في منطقة اخرى بيقام نفس الاحتفال ورئيس الشركة بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة بينقل له منظور من الضوء كأنه هو نفسه موجود على المسرح وبيتحرك. هذه التقنية تسمى مسجل فوتوغرافي لكل من كثافة وطول الضوء. تسمى هذه التقنية باسم الهولوجرام. الهولوجرام. خطوط معتمة تتخلل طيف ضوء الشمس. طبعا العالم أول عالم اكتشف هذه الخطوط المعتمة اللي بتتخلل طيف ضوء الشمس هو العالم فرونهوفر. لذا تسمى هذه الخطوط المعتمة في طيف ضوء الشمس تسمى خطوط فرونهوفر. طبعا أسئلة جميلة جدا تشمل أهم النقاط في الفصل، مهمة جدا جدا يا جماعة. السؤال الثاني: ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة الخطأ أمام العبارة الخاطئة. افترض بور شرط استقرار الذرة أن الإلكترون في المدار المستقر لا يشع طاقة.
رغم انه يتصارع طبعا. قال لك الالكترون اثناء دورانه في مداره في مستواه لا يشع اي طاقه. هذا ما يميز نظريه بور، انه قال ان القوانين التي تحكم العالم الكبير لا تحكم العالم الصغير. يبقى هذه العباره صحيحه 100%. النموذج النووي لرذرفورد يتفق مع قوانين الكهرومغناطيسية. طبعا ده لرذرفورد يتفق مع قوانين الكهرومغناطيسية، طبعا خطأ. النموذج النووي لرذرفورد كان يتعارض مع نظرية مهمة جدا لماكسويل، وهي نظرية في الكهرومغناطيسية. لاحظ رذرفورد خلال تجربة قصف صفيحة الذهب بجسيمات ألفا ارتداد معظم الجسيمات، ارتداد معظم الجسيمات، طبعا تجربة رذرفورد اللي هو جاب صفيحة من الذهب وأطلق عليها جسيمات ألفا الموجبة. فطبعا هو لاحظ رذرفورد أن معظم جسيمات ألفا تنفذ، يبقى مش ارتداد ده نفاذ. لاحظ نفاذ معظم، نفاذ معظم جسيمات ألفا. يبقى هذه العبارة خاطئة. أشعة الليزر تستخدم في اختبار استقامة الأنفاق والأنابيب. طبعا أهم ما يميز أشعة الليزر أنها خط كثيف وخط مستقيم طبعا. لذا تستخدم فعلا عمليا في اختبار استقامة الأنفاق والأنابيب. إجابة صحيحة. سلسلة ريمان يعود فيها الإلكترون من أي مستوى في الذرة؟ المستوى الثاني. أنا عندي سلاسل ذرة الهيدروجين، ده جمعتها لكم طبعا في كلمة لبش، وقلنا ده الإيمان عندما يعود إلى المستوى الأول، أي إلكترون يعود من المستويات العليا إلى المستوى الأول باء بالمر، يعود إلى المستوى الثاني شين باشن، يعود إلى المستوى الثالث. قال لك سلسلة ليمان بقى يعود فيها الإلكترون من أي مستوى إلى المستوى الثاني؟ لا، ليمان المستوى الإيه؟ أحسنت، بارك الله فيه، إلى المستوى الأول. يبقى هذه العبارة خاطئة، الصحيح الأول. نوع آخر من الأسئلة، اختر إجابة الصحيحة مما يلي: واحد، من استخدامات طيف الانبعاث. قلنا مرارا وتكرارا أن طيف الانبعاث وطيف الامتصاص يميز العنصر عن إيه؟ عن العناصر الأخرى. فمن استخدامات طيف الانبعاث تحديد نوع عينة غاز مجهولة، تحديد نوع التفاعل الكيميائي، دراسة ظاهرة التأثير الكهروضوئي، دراسة ظاهرة تأثير كومتون. طبعا لا، تحديد نوع عينة غاز مجهول. تحديد نوع عينة ده طيف الانبعاث، يبقى تحديد نوع عينة غاز مجهولة. طيب، من استخدامات طيف الامتصاص التعرف على طيف الانبعاث؟ لا. طيف المستمر؟ لا. كمية الغاز؟ لا. نوع الغاز؟ أحسنت، بارك الله فيك. الناس قايلين دلوقتي أن طيف الامتصاص والانبعاث كلاهما يميز العنصر. فمثلا صوديوم ينبعث منه لون أصفر ذهبي. اعتبر بور أن مستويات الطاقة في الذرة تكون منخفضة، مرتفعة، مكماة، متصلة. طبعا بور هو أول من فرض أن في نواة موجبة الشحنة ويتحرك فيها مستويات. أول واحد أطلق اسم الأماكن اللي بيتحرك فيها الإلكترون اسم مستويات، وقال المستويات دي بتزداد في الطاقة كلما بعدنا عن النواة، وإن طاقتها مالها عبارة عن مضاعفات صحيحة. مضاعفات صحيحة أي أنها مكماة. يبقى كلمة مكماة دي يعني مضاعفات صحيحة رقم محدد اللي هو كام؟ سالب 13، بتبقى مضاعفات صحيحة رقم محدد. دي عشان كده بنقول عليها ان الطاقة هنا مكماة.
بيسموها كده زي ايه؟ زي درج السلم، بس درج السلم كده. اعتبر بور ان نصف قطر مستوى ان النيوترونات في ذره الهيدروجين يتناسب طرديا، نصف القطر يتناسب طرديا مع ان تربيع، مع ان تربيع. تعرف مجموعه الخطوط الملونه. الله الله الله، لسه قايلين دلوقتي اهو، كنا قايلين خطوط السلسله مجموعه في كلمه لبش، وقلنا ده الاول بتبقى فوق بنفسجي طاقته عاليه، الباء بالمر مرئي، والشين باشم بتبقى تحت حمراء اقل طاقه. يبقى مجموعه الخطوط الملونه اللي هي المرئي، طالما ملونه ومرئي يبقى الاجابه الصحيحه، احسنت، هي بالمر. في جهات إنتاج الليزر على طرفي الأنبوب الزجاجي المتقابلين مرايا نقط متوازية وسطوحها العاكسة متقابلة. أنا هنا كان اخترع الليزر طبعا سنة 1960 العالم الكبير ميمان، والعالم الكبير ميمان عشان يخلي أطول مسار من الفوتونات اللي بتستحس الذرات الأخرى عمل جاب مرايتين، المرايتين دول كانوا متقابلتين، كان في واحدة عكسة تماما والتانية نصف عاكسة، والمرايتين كانوا كل منهما مرآة مستوية، مرآة مستوية. يبقى المرايا في إنتاج الليزر مرآة مستوية. طيب طاقة نقط الليزر المثار قادرة على تدمير النسيج غير طبيعي في العين دون إحداث أذى بالأنسجة السليمة المحيطة بها. طاقة إيه بقى؟ فوتونات، إلكترونات، بروتونات، نيوترونات. هذه المعلومة أكدت عليها أثناء الشرح أن الليزر هو ضوء مضخم، وبالتالي هو ضوء، اي انه يتكون من، يقول لي الضوء بيتكون من فوتونات ولا الكترونات ولا بروتونات ولا نيوترونات. احسنت، بارك الله فيك، بيتكون من فوتونات، يتكون من فوتونات. يبقى طاقة نقط الليزر فوتونات الليزر. مبدأ عمل الألياف البصرية يعتمد على ظاهرة نقط لنقل الضوء داخل الليف البصري. الليف البصري ده بيصنع من مادة معينة من الزجاج، عند دخول الضوء بيدخل الضوء بحيث تكون زاويته أكبر من الزاوية الحرجة، فيعاني عدة انعكاسات، يحصل انعكاس كلي داخلي حتى يخرج من الطرف الآخر فيصل إلى أماكن يصعب الوصول إليها. طب الألياف البصرية يعتمد على ظاهرة مين؟ الانكسار، الانعكاس الكلي الداخلي، التداخل، الحيود. برافو عليك، لسه انت سامعها مني، الانعكاس الكلي الداخلي. الانعكاس الكلي الداخلي. أحسنت، بارك الله فيك، دي في الألياف البصرية. سؤال آخر، طبعا أسئلة متنوعة تغطي الفصل الخامس. اختلاف الأطياف الخطية الناتجة عن غاز الهيدروجين عن الأطياف الناتجة عن غاز الهيليوم، إيه الفرق؟ ليه طيف غاز الهيدروجين غير طيف غاز الهيليوم؟ سامع طالب بيقول لي ان الهيدروجين يتكون بانه ابسط نوع من الذرات، لان الهيدروجين ابسط نوع من الذرات، ماله؟ يتكون من الكترون واحد، لان الهيدروجين ابسط الذرات
يتكون من إلكترون واحد. طبعا الهيليوم بيتكون من 2 إلكترون، يعني لما الهيدروجين بيتكون من 2 واحد فهو أبسط الذرات، لذا في الطفل الخط بتاعه مختلف عن بقية الأطراف. سمي نموذج راذرفورد للذرة بالنموذج النووي. سميناه ليه بالنموذج النووي؟ لأنه اتخذ النواة مركزا للذرة، هو أول واحد أطلق على اسم النواة، بل أنه اتخذ النواة مركزا للذرة. أشعة الليزر ذات شدة عالية، شدة أشعة الليزر شدتها عالية أوي يا جماعة، إيه السبب في كده؟ السبب يرجع إلى أن لأشعة الليزر ذات شدة عالية. الإجابة لأنه يتكون من فوتونات مترابطة، تكون من فوتونات مالها؟ مترابطة، القمة مع القمة والقاع مع القاع. احسب نصف قطر مدار، أنا في المسائل في مسألتين مهمين جدا في هذا الفصل دايما تأتي في اختبار التحصيل اللي احنا بنركز عليه. احسب نصف قطر مدار ذرة هيدروجين يدور إلكترونها في المستوى الخامس، يعني N بيساوي 5. طب ايه القانون اللي بيستخدمه ساعتها؟ بقول R يساوي 5.3 في 10^11 اللي هو الرقم ده مضروب في N تربيع، يبقى R بتساوي 5.3 في 10^11 ضرب إن هنا المستوى الخامس، يبقى 5 تربيع. وبالآلة الحاسبة هاخد يا شباب، هاخد 5.3 ضرب 10^11 وانزل اضرب في كام؟ في 5 تربيع، يعني 25، واللي يساوي الناتج 1.3 × 5 ضرب 10^9. ما هو الوحدة؟ وحدة نصف القطر، أحسنت، هي المتر، هي المتر. سؤال آخر مهم جدا ولقيناه في امتحان التحصيل وكل عام يأتي في اختبار التحصيل. إذا كانت طاقة المستوى الأول، طاقة المستوى الأول في ذرة الهيدروجين سالب 13.6 إلكترون فولت، فما طاقة المستوى الرابع؟ يعني N بيساوي 4. طبعا طاقة المستوى لها قانون، E بتساوي، أحسنت، خدناها الحصة السابقة، سالب 13.6 تقسيم N تربيع. سالب 13.6 دي في القانون، قانون كده، E بتساوي سالب 13.6 تقسيم N تربيع. طب يلا بينا نعوض، يلا رجالة، يلا بينا نعوض. هاخد سالب 13.6 تقسيم N تربيع، N تربيع المستوى الرابع يعني 4 تربيع. سالب، أنا عم بص مقام، سالب 13.6 وانزل تحت 4 تربيع، يعني 16 يديني سالب 0.85 الوحدة إلكترون فولت، إلكترون فولت. في سؤال مقارنة، السؤال الرابع والخامس، وهذا واجب، أرجو من طلابي حل هذا الواجب. سؤال رقم 4 و5 مقارنة، ابحث في كتاب المدرسة، ابحث في الإنترنت، ابحث في مصادر مختلفة، قارن بين الانبعاث التلقائي والانبعاث المحفز، ارجع للمحاضرة للفيديو السابق، طلع الإجابات، قارن بين الانبعاث التلقائي والانبعاث المحفز، قارن بين الضوء المترابط والضوء غير المترابط، وسأقوم باستقبال الحلول ووضع درجات عليها في نظام نور. نستقبل الإجابات إن شاء الله على مجموعة الواتس مع أستاذ نايف إن شاء الله رب العالمين. مع
من خلال أستاذ نايف المرشد الطلابي إن شاء الله. سؤال رقم 6، يبين شكل مستويات الطاقة لذرة الهيدروجين وسلاسل الهيدروجين. أجب عن الأسئلة الآتية: سمي أسماء السلاسل A و B و C حسب أسماء مكتشفيها. طبعا ده بيرجعنا تاني لمستويات ذرة الهيدروجين وسلاسلها المختلفة. وجمعتها لك في كلمة لبش، قلنا ليمان بالمر باشن. طيب الـ A بيروح للمستوى الثاني، احنا جمعناها في كلمة لبش وعرفنا ده ليمان الأول بالمر، الثاني باشن، الثالث. وقلنا ليمان بيكون فوق بنفسجي طاقته عالية، بالمر مرئي، باشن بيكون تحت حمراء طاقته منخفضة. طيب الـ A راح للثاني، فيبقى A جابت A، A راح للمستوى الثاني، المستوى الثاني يبقى ده بالمر، يبقى A أقول سلسلة بالمر. طب B رايحة للمستوى الأول ليمان، بي سلسلة ليمان. طب سي رايحة للمستوى الثالث، سي رايحة إلى سلسلة باشن. شوف بقى السؤال الجميل رقم بي، أي السلاسل تحتوي على فوتونات أطولها الموجية أكبر ما يمكن؟ الطول الموجي عكس الطاقة يا شباب، عكس الطاقة والتردد. يبقى عندما أقول أنا عاوز أكبر طول موجي يبقى أخذ أقل طاقة. من أقل طاقة؟ ده سائلين الحين دلوقتي. بارك الله فيك، أحسنت. فعلا أنا سامع طلاب كثيرون بيقولوا لي سلسلة باشن. ماذا تسمى حالة الذرة عندما يكون إلكتروناتها في مستوى الطاقة المنخفض اللي هو N بيساوي 1؟ لسه عندنا كنا في المصطلحات، هذه الحالة تسمى حالة الاستقرار. ضمن الأسئلة